أن أشرفت وزيرة الثقافة والفنون سوريا مولوجي مساء أمس الثلاثاء بقصر الثقافة مفدي زكريا، أشرفت على تنصيب رئيسا جديدا للمجلس الوطني للفنون والأداب، وعينت الوزير عبد الملك مرتضى على رأس المجلس إلى جانب 12 عضوا مسيرا. وقال مرتضى في تصريح إعلامي أن المهمة تحتاج إلى استعداد وعمل دؤوب، كما أكد أن المجلس سيجسد برامج وأعمال لم تجسد من قبل، وأكد الأعضاء على أهمية التشخيص على المدى القريب والبعيد، وأن الأهداف الأولى تهتم بوضعية الفنان وظروفه. التغطية لعبد الرحيم بنملي. من مهام المجلس نظام نوعي لعلاقات العمل المتعلقة بفضلكم. هي كل مهمة في الحقيقة تحتاج إلى همة، إلى استعداد، إلى إيمان بالعمل الدؤوب. وأنا أتصور أن كثير من من الأعمال في هذا المجال قدمت في المجلسين أو المجال السابقة للفنون والآداب، ومجلسنا هذا سيمضي على الدرب، ولكنه أكيد سيجسد برامج وأعمالا لم تجسد من قبل. درنا شوية هكذا اون بريز دو كونتاكت، دونك على أن تتم عملية التشخيص المبكرة والتشخيص على المدى القريب والبعيد، دونك وقضية ثانية نشوفوا ما يمكن أن نضيفه إلى عمل المجلس السابق. اليوم في هذه الصبيحة تفائلت خير، لأنه شفت أنه النظام الداخلي اللي عطوه لنا ودرسناه الصباح فيه مواد وفيه بنود رائعة. هي عندنا الأهداف الأولى هي وضعية الفنان، ظروف الفنان، إمكانية تطوير شخصية الفنان، كما يقول واحد عمل على برنامج جديد لتطوير الشخصية وتكوين الفنان، تربصات. وأنا نقول الوقت اللي رانا فيه الفنان راهو خلاص راهو محتاج قيمة خير من اللي كانت. إن شاء الله إن شاء الله نحاولوا مع بعض نتعاونوا باش نعاودوا نردوا له القيمه اللي كانت عنده بكري، ونعاودوا نحسنوا الصوره تاعو ان شاء الله. انا جد سعيد اني كوني عضو من بين الاعضاء المشاركين في هذا المجلس، وانا وان شاء الله ربي يقدرنا ونقوموا باعمال اللي وفقنا فيها ربي ان شاء الله. هذا وأكدت وزيرة الثقافة والفنون أنها تتطلع لدور أكبر فعالية للمجلس في رسم معالم جديدة في العمل الثقافي، لا سيما وأن التعديلات الأخيرة التي مست مهامه تنص على إنشاء لجنة دائمة للتقييم والاستشراف الفني. عبد الرحيم بنمري ثانية. إنني أتطلع إلى دور أكبر فعالية لمجلسكم الذي أرى أنه قد حان الوقت لكي يؤدي الدور المنوط به في رسم معالم جديدة للعمل الثقافي، لا سيما وأن التعديلات الأخيرة التي مست مهامه تنص على إنشاء لجنة دائمة تطلع بالتقييم والاستشراف الفني، كما تخوله صلاحيات مهمة على غرار إعداد مدونة المهن الفنية ووضع معايير موضوعية وشفافة لاستصدار طاقة الفنان واقتراح العناصر المرتبطة بآداب وأخلاقيات العمل الفني. بشأن عدد بطاقات الفنان التي منحت، قال عبد الملك مرتضى رئيس المجلس الوطني للفنون والأداب أن الرقم بلغ 2000 في شكلها الورقي، ومع تجديد ورقمنة البطاقة وصل ل 554. أن العدد الأول بلغ تقريبا 2000، هذا شيء جميل. إذا كان عندنا 1000 فنان و1000 شاعر و1000 ممثل، ولكن جددت البطاقة الآن في شكل إلكتروني بعد أن كانت ورقية، وبلغوا الآن إلى درجة إلى عدد أعتقد 554. ونحن سائلون في الطريق، ولكننا نحاول مع الأعضاء
أننا نصحح بعض الأخطاء إذا وقعت. هل ستكون هنالك عملية غربلة لربما؟ ذلك ما سنحاول إن شاء الله. وبشأن تنظيف المجال الفني من الدخلاء، قال مرتضى أن الأمر صعب، لكن من حق الفنانين الصرحاء الحقيقيين أن ينتظروا من المجلس تنظيف القطاع ممن لا ينبغي أن يكون فيه. تنظيف النهائي صعب بصدق، يعني صعب، ولكن من حق الفنانين الصرحاء الحقيقيين أن ينتظروا منا أن نضيف هذا القطاع الذي تسرب إليه مجموعة ممن لم ينبغي أن يكونوا فيه.